الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، يقول الله تبارك وتعالى: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من بنى لله بيتا بنى الله له بيتا في الجنة. بارك الله فيكم. وحندح جوقنا وأساس كيسي ميل في عن عمره هي مسجد الرحمة وكويا لما قال هذا من ديرة حافظ أبو لجنيفة مساجد كان تده أهل خيرة وقفضين الكيسة تده أهل خيرة للمه سبب الله بي هذا أنا خرج كي لو هي مساجد كان أسقع واسي قبابسي دادك مسلمين تا يأدون ككون هول ودواق أنك يباق أنك وقاره هيو وحان أقول باقينا مشاهد كان اسمه سين كقريب جلان ونفته ضع إلهي كتير وحور مرصدان أعماش إلهي اللي قدر وهذول لقبته وحقو خير بدن عمل كمركز عذير لما تقضاش هذا صعون أيه والصدق الجارية اللي ده هذا صدق الجارية ده وحقو حق بدن تي مساجد ما إلهي إلهي اللي قوس جودة هي إلهي اللي قوس عبادة سنة هي معبد كمسلمين مساجد صلى الله عليه وسلم مركز دولة الإسلام هو أساسها هي وإسلام ماذا وجندها هي مساجد مكبلة صلى الله عليه وسلم عبادة دي أي أسرة كحرا يا خير كأولا صادر عدد مساجد أهمية ذا إله ذا هيدتك مسلمين تلو شيء ما هيو صدقة الجارية ذا فضل يا إله ذا هينا لو شيء ما هيو نكي إله يكتين وحور مرسله هدول دين ترى صدقة قداش يسعون يسعين ورب تجعل مساجد كإن شاء الله ودشيه سبحانه كسر قريب قرا نكي وارد كين وحوق فضل وأو باقينا يعني قاه شيخ مختار محمد حسين علماء المدرسة كبدة يا علماء إلى جوكتو كل واحد أو باقينا مساجد كأسرة اسمه سنة كسر قيم قلان ما لها نكي صدقة إنه لب حج على يستوى حكسوا هجاجين هيو كذا بالوقف ففهم دونا مساجد كاسمه سنة تد أضيال وخيارة وإلهي كم مرنسي حولها مساجد كأي جانكو هيو وحط كل صناتان ونديم بلن قاضينا خرج كي يشري كي آدم سعيد كي كسر بحسان ماشي آدم إني يوتين إنه قاره يوم ملك الآن مرينا إن أنا قاعد يجيب اللقاء ذي هنا كل سوري بحذنا كوك قبنا إن شاء الله تعالى مركب مساجد كاس حلو صوب بحيوه هلا لما يصير صفي عن أمد الإسلام كا أوقي إن شاء الله تاسنا ذكوب بقينا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.